وعد بأنه راح يحل المشكلة اليوم، لكن يبدو أن هناك أمر ما. احنا اذا كان هذا الامر، شنو هو الامر ما دكتور؟ ما ادري نعم. يعني هل ضغوطات من بعض او مجلس الوكلاء قدر انه يقنع الوزير في امر على خطا هم مو راضين يعني يعترفون نعم. بخطاهم؟ نعم امر يعني انا صراحه يعني اتمنى من الوزير انه يعيد النظر فيها دكتور، وانا متعشم بانه يقدر يصنع القرار الفارق في هذا نعم. الموضوع دكتور. لكن اذا هو عفوا اختار انه يكون مع هذا الخطا اللي راح يكون خطيئه واستمرار فيه، فاحنا يعني ما بيننا وبينه الا يعني الا الادوات الدستوريه اللي نستخدمها اللي اعتقد بانها يعني في مجالها وايضا في محلها، حتى لا يقول بعض الاخوه انت ما اعطيته فرصه، خاصه ان الوزير جديد. احنا ندري انه جديد، لكن احنا نتكلم عن خطا واضح، هل التراجع عنه او الاستمرار فيه؟ انا نتكلم عن التراجع عن الخطا. اذا دكتور عود عشان دكتور يدنا ممدوده له دكتور، عشان تدارك للوقت وعشان الوقت قاعد يداهمني، لو اضطر الامر تقديم استجواب لمعالي وزير التربية، هل الدكتور عودة راح يقدم هذا الاستجواب من أجل مصلحة الوطن والمواطن؟ بكل سرور وبكل فخر أن راح نستخدم جميع الأمور المتاحة لنا حتى نعيد الحق لأصحابه. جزاك الله خير للشباب والإخوان عيالنا وأيضا مستقبل بلدنا. شكرا لك النائب دكتور عودة الروعي على مداخلتك وجزاك الله خير، وكما سمعتم قال إذا اضطرت الأمور سوف أستجوب معالي وزير التربية والتعليم، وقالها أخوي سلمان قبل قليل، أو قالها أخوي إرشيد الهاجري، قال يا معالي الوزير الوكلاء لا يودونك الاتجاه بمن سبقك من الوزراء في هذا الشأن.